الحمد لله، الحمد لله الذي سهل لعباده الصيام والقيام ويسر. نحمده على نعمه، نحمده على النعمة التي لا تحصى ولا تحصر، ونشكره على فضله وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والتدبير، وكل شيء عنده بأجل مقدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من صام وقام وصلى وزكى وحج واعتمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات، وعلى التابعين لهم بالإحسان، وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واشكروا ربكم على التمام في القيام والصيام، واسألوا ربكم القبول، وتعوذوا بالله من الخيبة والحرمان، وعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد، فإنه اليوم الذي توج الله به شهر الصيام، وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، وأجزل فيه للصائمين والقائمين جوائز البر والإكرام. عيد تمتلئ القلوب فيه فرحة وسرورا، وتزداد الأرض به بهجة وحضورا. يومكم هذا معاشر المسلمين يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فطره وحرم عليكم صيامه، يوم بر وإحسان، وفيه يحمد المسلمون ربهم على نعمة الإسلام، ويكبرونه جل وعلا على ما أولاهم من الفضل والإنعام. هو يوم يرجع فيه أقوام من المصلى، وقد خرجوا من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم. نسأل الله أن يجعل الجميع منهم، فيا فوز العاملين، ويا فرحة الصائمين بهذا اليوم العظيم، ويا خيبة المفرطين المحرومين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. العيد تعبير صادق عن انتماء الأمة لدينها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. فهو دين الفطر، يفرح العبد في العيد بما أباح الله، ويستمتع بطيبات مع اجتناب منكرات الأخلاق. وإنما تتبين الأخلاق الأمم في أعيادها. العيد فرح وشكر بما أتم الله على ما أتم به على عباده من النعمة، ووفق لطاعة. فأعياد أمة الإسلام جاءت بعد طاعة وعبادة، فالفطر بعد الصوم، والأضحى بعد الحج، فما أجمل الاقتران السرور بالشكر. قال صلى الله عليه وسلم: لصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، التوحيد أصل الإسلام الأصيل وركنه المكين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله دين الخالص. فحققوا التوحيد، واجتنبوا مظان الشرك ومسالكه، وعضوا بالنواجد على شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص، واعملوا بمقتضاها، وكملوا توحيدكم بطاعة نبيكم صلى الله عليه وسلم واتباعه، وإن تطيعوه تهتدوا.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها وهو يجود بنفسه ويعالج سكرات الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة عمود الدين وثاني أركانه وآخر ما يبقى منه، وناهية عن الفحشاء والمنكر، ولا حظ في الإسلام لمن تركها. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. أيتها الأخوات المؤمنات، اتقين الله في أنفسكن، وحافظن على بيوتكن، وحافظن على الجلباب الأسود المهيب، واحذرن دعاة الفساد وأرباب الشهوات الداعين إلى نزعه. أطعنا أزواج في غير معصية الله. أيها المسلمات، الحذر الحذر من اللباس العار بين المحارم من الرجال، فضلا عن الأجانب الأباعد. وأخشى والله أن ينطبق على بعض النساء قول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذنان البقر يضربون بها الناس، والنساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. عباد الله، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عباد الله، هذا يوم مشهود، يوم فرحة وسرور، يوم يغتاظ في منه الكفار والمنافقون، فكونوا عباد الله إخوانا وعلى الحق أعوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، فابتهجوا بعيدكم وتسامحوا ولا تكدروا جماله بالتهاجر والنكران، وأزيلوا الضقائن عن قلوبكم، وأحسنوا للوالدين، وأفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس النيام، تدخلوا الجنة بسلام. تناصحوا وتواصوا بالحق والصبر، وأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فيما بينكم، واجتنبوا قول الزور وشهادة الزور، واتقوا الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإياكم والمكاسب المحرمة من الربا والرشو والغش وأكل أموال اليتيم. لا تجمعوا حراما ولا تنفقوا إسرافا، وإن لم ترزقوا قنا فلا تحرموا من تقى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اجتهدوا في تربية أولادكم على طاعة الله وما يرضيه، واتقوا الله في بناتكم وأزواجكم، حضوهن على الستر والحجاب، وبينوا لهن عاقبة التبرج والصفور، وقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اجتهدوا في الأعمال الصالحة،
وداوموا عليها، ولا تقطعوا ما عودتم أنفسكم عليه من الصيام والقيام. وما أجمل الإحسان يتبعه الإحسان، وما أقبح العصيان بعد الإحسان. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. لا تودعوا رمضان بترك العبادة، ولا ترجعوا بعد الذكر إلى الغفلة، ولا يفسدن الشيطان من حالكم ما صلح. عباد الله، قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، ولله الحمد والمنة. والسنة فيه ما رواه أبو داود في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا لمجمعون. فمن صلى العيد أجزأته من عن الجمعة، والإمام يقيم الجمعة بمن حضر لصلاتها ممن صلى العيد، وممن لم يصلي العيد استحبارا لا وجوبا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، واجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم امدد علينا سترك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأزواج والأولاد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان، وسلم تسليما مزيدا. الله أكبر ولله الحمد. الله